واقول لحضرتك. اوكي يا فندم، مفيش اي مشكله، اتفضلي. بليز ممكن اجل التشيك اوت بتاعي يومين، ولو قمت نفس الاوضه لو سمحت. غرفه كام يا فندم؟ غرفه 107. اوكي، دقيقه واحده. لطيف قوي الاوتيل. لطيف. لطيف. فعلا لطيف. الباب هنا كمان هايل قوي. ده حقيقي فعلا. انا بسهر فيه كل يوم لحد الفجر. والله؟ وانا كمان بسهر فيه كل يوم لحد الفجر، بس مع مراتي. على فكره مراتي زي القمر، لازم اعرفك عليها. شور. تمام مستر عمر، غرفه 212 الفيلم. اوكي، يبقى يا ريت حضرتك تحجزيها لي من بكره ان شاء الله. اوكي، ميرسي قوي. ميرسي، هنستناكي، متاخريش. لبستي يا ستي، لقيت لك اوضه دبل للولاد في نفس الدور بتاعنا، بس كان بينا بقطتين. انا لسه قافله مع ماما، مش موافقه خالص تيجي تقعد معانا. ما هو غلط، انت اكيد قلت لها تعالي يا ماما عيشي معانا في الاوتيل. يا حبيبتي اللي زي ماما دي تقول لها ما تيجي تقضي معانا يومين يا ماما كده، تستريحي، استرخاء، استجمام. هي ركك بس تيجي ليله واحده، ليله واحده وتشوف عيشتنا دي هتلبد في المكان. بس مش عارفة برضو. طب أنا عندي فكرة. إيه؟ إحنا هنشوف مامتك النهاردة في حفلة يوسف. آه. نقول لها بقى وهي تيجي تقعد مع الولاد ونبص. لا، أوعي. إلا ماما، ماما بالتحديد ما ينفعش أبداً نحكي لها أي حاجة عن عيشتنا. إشمعنى بقى؟ يا حبيبة قلبي، أنا مامتي غير مامتك خالص. يعني مامتك ممكن نقول شوية متفتحة، شوية بتفهم في الدنيا، إنما مامتي دي هناك، دي مسافرة ياما. وبعدين دي لو عرفت ولا شمت خبر بالفلوس اللي احنا بنصرفها هنا مش هنخلص بقى. خدي عندك بقى تبذير وسفه، وربنا هيزعل منكم والشيطان يا ابني هنصدع. طب ايه يعني؟ هنخبي عليهم؟ لا مش كلهم، بس ماما تحديدا لازم نخبي عليها. ومنيره كمان، لان منيره ما بيتبلش في بقها فوله. مش عارفه بقى، يعني لو ماما ما وافقتش تيجي تقعد معانا خلاص هنجيب الولاد يباتوا معانا هنا في السويت. يا بنتي في ايه؟ ما هم هيبقوا جنبينا هنا اهو. الله، هم مش بيناموا في اوضهم في البيت؟ ايوه ده في البيت، لكن هنا بعدنا بقطتين. انا مش مرتاحه انا لليله دي خالص. خلاص يا عمر ماشي، همشي وراك انا، ما اشوف اخرتها معاك ايه. ايوه بقى، ايوه بقى. يا بنت انبسطي، يا بنت انبسطي. أنا مش عاوزك تفكري في أي حاجة دلوقتي غير في الغنى والرقص والمزيكا والكلام الفارغ وبس. كلام الفارغ وبس. أيوه. يخرب بيت ضحكتك، بتبقي قمر لما بتضحكي. أنت هتعاكسني ولا إيه؟ ما أعاكسكيش ليه؟ مش مراتي؟ اتفضلي قدامي. ماشي. يلا. ينجرني قلبي قول معلش. حنان ازيك؟ اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عادل؟ ما كنتش عارف ان ليكي اهتمامات فنيه كمان. لا مفيش اهتمامات فنيه ولا حاجه، ده اللي بيغني ده يوسف اخويا. اعرفك دكتور ضياء جوزي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انا بعت لك العقد على الميل، شفتيه ولا لسه؟ لا وصلني، بس لسه ما شفتوش. منتظرك تشوفيه وترد علي احيانك. حاضر ان شاء الله. انا مضطر استاذن. اتفضل يا فندم. استني بقى اشاورك ان شاء الله يا دكتور. شكرا. شكرا. الأغنية دي إحنا أول مرة نلعبها في فرقة حلم حياة، والأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي قوي. أنا بهديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفى. بحب أمي وبغني لها. يا
وبغني لها واشيلها في عيني وادعي لها ده من اول نفس ليا ولا بتبخل بجمايلها بحب امي وهدلها لاخر نقطة من دمي انا متسمي على ابويا ويشرفنا انا ابن امي ومهما عملت مش قادر لا يمكن ارد افضلها يا رب اديني وارضيني اسيب الدنيا افضلها ومهما عملت مش قادر لا يمكن ارد افضلها يا رب اديني وارضيني اسيب الدنيا افضلها أقول لك إيه؟ تعرفي عادل ومعتي ده منين؟ يوه هو أنت لسه فاكر؟ أنت قلت لي هقول لك بعدين وبعدين عادل ومعتي ده راجل صحضر نشر كبيرة تعرفوا بعد إزاي؟ وبعدين بيقول لك شوفي العقد ومستني مني شغل أنا مش فاهم أنا متغاظة قوي متغاظة ليه؟ عشان كنت ناوي أعملها لك مفاجأة وما أقولكش على أي حاجة غير لما كل حاجة تتم بس هو بقى حرقها لي اتفضل يا سيدي ده العقد اللي بيتكلم عليه ايه ده عقد انا مش كتاب باسمه عايزك من بكره الصبح تدور على دراسه من الدراسات اللي كنت عاملها في الجامعه وتنزلها في كتاب بس ازاي يعني دار النشر دي عارفها كويس مش بيشتغلوا بالطريقه دي خالص الناس يعني بتقدم شغلها وبعدين بيبقى في لجنه درايه كبيره يقعدوا شهور لحد ما الشغل بيتوافق عليه ده ايه نتوافق عليه اصلا يا حبيبي لما بيبقى في فلوس كل حاجه بتترمي في الزباله دفعت لهم يا حنان في خلال 10 ايام من استلامهم الورق الكتاب هيبقى في السوق وناوي يروح لأكبر شركة ماركتينج عشان الكتاب يبقى حدث مش مجرد كتاب عند بتوع الجرايد دكتور ضياء درويش لازم يكون نجم واللي ظلمك ولفق لك تهمك ومشاك من الجامعة يشوفك في التلفزيون وفي الجرايد وهيتمنى تعبره وانت مش هتعبره يا خليل أمورني يا حاج ايه يا ابني الملف ده يا ابني الملف ده ما فيهوش غير ميزانيه مشروع المول وبس فين الرسومات والتخطيط انا افتكرتك يا حاج عايز الميزانيه بس لا يا حبيبي انا عايز ملف كامل عندي ميعاد مهم مع المول عايزه اول ما يفتح الملف يحصل له حاله انبهار ويحس ان المشروع مدروس ومتقفل من كل الزوايا اوامرك يا حاج بس ممكن اعرف يا حاج مين المول ده خالتك ايه انت تعمل اللي انا بطلبه منك وبس مفهوم ولا لا مفهوم يا حاج وبلغ الاساتذه المهندسين وهما بيشتغلوا على المشروع يبسطوه على قد ما يقدروا كانهم لمؤاخذه كانهم بيشرحوا درس كيمياء لعيل في حضانه لان المول اللي انا جايبه
ملوش في التجارة، فأنا عايز أسحبه سنة سنة، مفهوم؟ عايزه ينبهر، عايزه يجري ويقول لي يا حاج خالد أنا عايز أفتح المول ده النهاردة قبل بكرة، مفهوم ولا لأ؟ مفهوم يا حاج. يلا غور. تمام يا حاج. استنى يا أمورني يا حاج. خد الملف. ماشي يا حاج. ركز بقى. ماشي يا حاج. أنا ولعبت يا زهر. أنا عملت إيداع بالشيك في البنك، وإن شاء الله على يوم الاثنين الجاي هيبقى عندك 300,000 جنيه. والله يا دكتورة عيب اللي أنت بتقوليه ده، عيب، إحنا أهل. كتر خيرك والله يا حاجة خالد، اللي أنت عملته مع حنان في الزنقة دي ما تقدرش بأي حاجة. صلوا بينا على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا مش جاي عشان ال 300,000 ولا حاجة، أنا جاي عشان المشروع الحلو ده. ده مشروع إيه ده يا حاج؟ ده مشروع مول خدمي هيتعمل في منطقة جديدة 3-4 سنين كده، وهتبقى أزحم من مدينة نصر. أنا بحرج مع الموضوع ده بقالي أكتر من 2-3 سنين، والراجل صاحب الأرض أنا مخزنه تحت إيديا، وسبحانك يا رب كل ما حد يظهر له ويعرض عليه مبدأ الشراكة ما بتمش، تقولش المشروع مستنيك ولا مؤاخذة، سبحانك يا رب هي أرزاق والله العظيم أرزاق. مستنينا إزاي يعني؟ تهيألي يعني ان انت واخواتك تدخلوا شركة معاه. يسلم فمك يا دكتور، هو ده الكلام. بص يا دكتور، المؤاخذة دراسة الجدوى دي محمولة بالسنتوفة، فيها التقديرات مظبوطة والأرباح وكل شيء. المشروع ده يا جماعة عشان يقوم على حيله مش محتاج أكتر من 25 مليون جنيه بس. ده تقريبا نصيبي كله. لا وأنا برضو مجنونة دكتورة عشان أخليك تشيل الليلة كلها لوحدك خالص، انا عايزك تدخلي مع اخواتك تبقوا في وسطيهم تحس بالامان، كل واحد فيكم لما مؤاخذه يدفع له 3-5 مليون وكلها سنه ولا سنتين، الخمسه هيبقوا 10. ايه رايك يا ضياء؟ والله انا ما بفهمش المشاريع دي قوي يعني، بس واضح ان دي دراسه متعوب عليها بصراحه. وريني كده. ما دكتوره انا جايب لك الورقه انت بالذات عشان عارف انك الوحيده اللي هتقدريه، وانت الوحيده اللي هتعرفي تبيعي فكرتي لاخواتك احسن مني. بسم الله ما شاء الله، عملت مشاريع قبل كده وعندك خبره، ده غير بقى ان دماغك توزن بلد. توزن بلد ازاي؟ ده انا ما فيش مشروع دخلته الا لما خسر. يا ستي ما يخسر، وانا قايل لك قبل كده الخساره هي اللي تعلمك المكسب، واهو موجود في ايديك المشروع اللي هيكسبك دهب ان شاء الله. شكله مشروع جامد قوي ومعمول له دراسه جامده. شايف يا ضياء، مش الهبل اللي كنت بعمله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني شكلك كده وافقتي؟ للاسف لا. لا ليه؟ طيب ايه؟ فاكر يا خالد لما جيت لك من 2 سنين وقلت لك شاركني في مشروع البيوتي سنتر؟ قلت لي لا، اصل انا ما افهمش في المشاريع دي. انت كنت صح، كان عندك حق. انا كمان ما بفهمش في المشاريع دي، انا مالي ومال المولات. ما انا مؤاخذه بتفهمي في ايه يعني؟ بيوتي سنتر تاني وتخسري تاني؟ الله، ما تحضرنا يا دكتوره. انا قلت قبل كده يا حاج والله ان انا ما بفهمش المشاريع دي قوي يعني، بس متهيألي ان حنان لسه بتفكر في الموضوع يعني، ما خدتش قرار نهائي. اللي هي حنان؟ لا يا ضياء، انا قررت، أنا مش هدخل معاك يا خالد في المشروع ده. أنا أحط فلوسي في البنك، وبكبيري قوي أفتح صيدلية جنب البيت، وكمان مش هقف فيها لوحدي، هجيب حد يقف مكاني. أتعب نفسي ليه؟ البنك؟ الحق، بتقول لك عايزة تحط فلوسها في البنك، بنك إيه؟ أنا تاجر وعارف بقول لك إيه، فلوسك هتقل. هو أنا ما قلتلكش؟ لا، ما أنا أصلي هحول فلوسي دولارات. أنا مش هشاركك في المشروع ده يا خالد. روح لف على اخواتي، ولو حد فيهم وافق وعملته المول بحجز لي محل عشان أفتح فرع تاني للصيدلية بتاعتي. اشرب الشاي يا خالد، مشربتش ليه؟ ملوش لازمة، يا دوب ألحق لف على اخواتك. بعد اذنك اتفضل. بحاسب انت بقى.
كنت مكشوف قوي يا حنان النهارده. كنت ممكن تردي اللي عمله فيكي زمان ده بانه رفض لك مشروعك باي حاجه تانية، بس مش كده. فعلا كنت مكشوف. اوكي مش غلط. طب حتى كنت تقدري ان الراجل سلفك في وقت زنه؟ ساعات بحس ان طيبتك بتقلب عبط. عبط؟ خالد سلفني وهو عارف ان الارض هتتباع، ولو مش كده ما كانش ساعدني بمليم واحد، ومش بعيد يكون عايز يكوش على فلوسنا بمشروع المول، فقال لك اقدم السبت. حتى لو بتقولي ده صح، ليه رفضتي المشروع وانت عارفه اصلا المشروع كويس؟ تصدق ما اعرفش، مزاجي كده. مزاجي؟ ايه مزاجك دي؟ بصراحه انا شايف ان المشروع ده مناسب ليكي جدا ولاخواتك كمان. بقول لك يا ضياء، خليك في شغلك وفي الكتاب اللي عايز تنشره، وسيبك بقى من الفلوس والاستثمارات والحاجات دي كلها. انا مش محتاجه حد يفكر لي اعمل ايه بفلوسي. اسف اسف حنان. ضياء انا ما اقصدش، انا اقصد خالد اللي يفكر لي. لا طبعا مفهوم، ولا حتى انا كمان المفروض افكر لك، وبصراحه انت كمان المفروض ما تفكريليش. تقصد ايه؟ انا مش موافق على موضوع نشر الكتاب ده. ضياء ما تدخلش الحاجات في بعض. يعني ايه مش موافق على نشر الكتاب؟ ما عنديش حاجه مناسبه، مش قادر بقى ارجع ابص في الحاجات القديمه دي تاني. انا بعدت يا حنان، انا هنزل بقى المحل عشان اطلع الحاج يرتاح شويه. ايه يا ماما انت لسه صاحيه؟ انت عارفه يا حبيبتي ما بيجيليش نوم على طول الا في السرير يا بنتي. ايه شكلكوا كده خارجين صح؟ لا مش خارجين، احنا نازلين ديسكو تحت. عمر عايز يحتفل بفك الجبس. عمر ده ماله؟ ده عايز يحتفل بأي حاجة. أنا جاي في أي احتفال. وماله يا ماما خلينا نتبسط. اتبسط يا حبيبتي، بس بقول إيه؟ يعني تعالوا بدري شوي، مش ضروري تقعدوا للصبح، على الأقل الولاد يشوفوكوا قبل ما يروحوا المدرسة. حاضر، ولو احتاجتي حاجة كلمي 170. عارفة يا بنتي، هو أنت كل ما تشوفيني تقولي لي. بقول لك إيه يا جميل؟ ما تقومي تلبسي كده وتنزلي تديها معانا في الديسكو شويه. لا شكرا يا حبيبي، انا ست كبيره ما ينفعش. ايه ده؟ مين ده اللي كبير؟ الله في سماه لو كنت شفتك قبل ما اشوف البت تقى دي ما كنتش عتقتك. ماشي يا اسكت يا ولدي. والله ما كنت عتقتك. تصبح على خير. يا ستي نقعد شويه نشرب حاجه وبعدين نروح نرقص. الله، هي ليه فلوس ما جاتش من 10 سنين كده؟ ايام ما كان الواحد لسه صغير كده وبصحته. ما احنا لسه صغيرين وبصحتنا على فكره. ايوه انت بس اللي مقلتك على الفسين طول الوقت. انزل معايا الجيم. لا جيم ايه؟ لا جيم ده شقه، وانا قررت من هنا ورايح مش هشقى تاني. بس لازم تاخد بالك من جسمك عشان ما تتخنش، وبعدين ساعتها مش هبص لك حتى لو معاك ملايين. يا بنت ما تبصيش لمين يا بنت؟ انت بتقولي؟ طب جربي كده انك ما تبصليش ولا تسيبيني. يا نهار اسود، والله هقتلك. ما اقدرش اسيبك. بعدين لعلمك بقى انا مش قاعد طول الوقت مكسل ومقلق، انا طول الوقت بعمل ريسيرش على تفاصيل اجراءات الهجره لكندا. ايوه وبالفعل رسلت كذا جهه هناك علشان الشركه اللي انا عاوز افتحها. اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعتيه. بتتكلم بجد؟ بجد هنهاجر كندا؟ مش ده اللي كان طول عمرنا نفسنا فيه؟ مش ده اللي كنت طول عمرك بتحلمي بيه؟ ايوه بس احنا حاولنا قبل كده وما عرفناش نوصل لحاجه. احنا كنا حاجه وبقينا حاجه تانيه خالص. الاول كنا عاوزين نهاجر علشان نشتغل هناك، فكنا بنجمع بقى البوينتس بتاعت اللغه والسن والمؤهلات والكلام الفارغ ده. لكن دلوقتي احنا حاجه تانيه خالص، الوضع بقى مختلف.
احنا نقدر نهاجر كرجال اعمال. ايوه. هنحتاج كام يعني علشان نعيش هناك عيشه مستريحه وزي الفل؟ 10 مليون، 15 مليون، 20 مليون، معانا فوق ضعفهم كمان، صح ولا لا؟ ولعلمك بقى احنا ممكن في خلال سنه او سنتين بالكتير نبقى مستقرين بالفعل هناك، وساعتها بقى ناخد ولادنا معانا يعيشوا انضف عيشه واحلى عيشه، ويتعلموا بقى احسن تعليم، تعليم بجد، ويعيشوا بيئه نظيفه صحيه، وياخدوا الفرص اللي يستاهلوها. ايوه، بس الفيلا اللي كان عينك عليها في التجمع والشركه اللي انت عايز تفتحها هتعمل فيهم ايه؟ يا ستي الشركه بدل ما افتحها هنا افتحها هناك، والفيلا كده كده هتتعمل. الله، واحنا هنبيع اهلنا يعني؟ ما احنا لازم ننزل زيارات، لازم يبقى لينا مكاننا برضو ولا ايه؟ انا مش مصدقه بجد، مش مصدقه. لا صدق يا توتو، صدق يا قمر، انت صدق. بصي انا خلاص حطيت الموضوع في دماغي، وطالما اتحط هنا اهو يبقى انتهى. الله، بقولك ايه، تعالي نرقص. بقولك ايه، انا بعد اللي سمعته ده خلاص رجلي مش شايلاني. والله رجلك مش شايلاكي، خلاص انا ادور بقى على اي مزه رخيصه هنا تدلعني طول الليل. تدور عليا إيه؟ انا اقتلك. لا والله، ممكن اللي مش عايز ترقص. بس ما تقوليش نفسي راح. هتندهش. وريني. يلا يلا. كتر خيرك يا حاج حسن، والله دعيت لك انت ودرية وكل الاولاد. بس بقول ايه يعني، لما نجي لكم يوم الجمعه ان شاء الله بلاش نلاقيكم عاملين عمايل كتيره كده ملهاش لازم. يا سيدي احنا اهل. لا، ما انا عارفاكم، ارفعوا التكليف عشان خاطري. تمام، اشوفكم بخير، مع السلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك. جمعة ايه بقى؟ وتروحي فين؟ وانتي اصلا كنت بتكلمي مين؟ زي ما انت فهمت كده، بكلم عمك حسن، باخد منه معاد عشان نروح نطلب ايد مروه. من غير ما تقوليلي يا ماما، من غير ما تقوليلي ليه؟ لانك حاطط ايدك في المية البرد، وده ما ينفعش. الكلمة اللي اديتها لابن عمك مش معقول تفضل متعلقة بالشكل ده. الناس اللي ما سألوش النهاردة هيسألوا بكرة. ولا انت بقى رجعت في كلامك؟ انا حر ارجع ما ارجعش، انا حول الموضوع يخصني انا. وبعدين مين قالك ان انا مثلا فاضي يوم الجمعه؟ هتفضي نفسك لو مش فاضي. يا سلام. المشوار رايح جاي بالقعده ما ياخدش 3-4 ساعات. انا مالي 3 ساعات ولا 4 ساعات؟ انا مالي يا ماما، انا مش عيل صغير. وبجد بلاش الطريقه الزفت دي في التعامل، ما ينفعش تاخدي معاد يخصني غير لما تقولي لي. انا مش عيل صغير تاخديه في ديلك، صح؟ كتر خيرك. ماما، مش قلتلك اخويا يوسف لو عرف هيتضايق؟ يتضايق يقوم يزعقلي بالشكل ده؟ خلاص يا ماما، انا اسف، انت عارف ان انا ما اقصدش. وبعدين ما كانش ينفع تاخدي معاد غير لما تقولي لي، صح؟ وقلت لك برضو اخويا قلبه طيب وبيروق اوام. على فكره انا هنزل ادور لك على البزله المفصصه في السوق، لا لو ما لقيتهاش هروح اجيبها من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع ده، لسه فاتح يا ماما بقى، ومش عايزه اقول لك عامل عروض ايه فظيعه. لو ما لقيتيش في السوق ترجعي على البيت على طول. منيره، والنبي مش وقتك النهارده خالص، بجد انا على اخري، مش حمل ان انت بقى تتوهي وانزل ادور عليكي. لا، ما انا خلاص بقى اتعلمت وحفظت الطريق. يا بنتي اسمعي كلام اخوك. طيب حاضر، لو افتكرتش حاجه بيكلميني على المحمول. على فكرة أنا ما كنتش عايزة أغصبك على حاجة، أنا بس مش عايزة شكلك يبقى وحش قدام ابن عمك. عايزك تبقى راجل مال وهدومك وأدي الكلمة اللي تطلع من بقك زي أبوك الله يرحمه. الله يرحمه بقى. حاضر يا ماما، ربنا يسهلها من عنده. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. هو ما حدش عارف مصلحته. هو القمر بيطلع بالنار ولا ايه يا جدعان؟ احترم نفسك، اتفضل اتفضل.
طب ما تيجي اوصلك يا قمر، بس قولي راح فين. لا بعد انت قليل الادب وديني النبي. لا حاج خالد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اركبي يا منيره. اركب نهار اسود يا وليه، اركبي وانا اخطفك. اركبي. خير يا حاج خالد؟ خير ايه؟ هنتكلم والباب مفتوح. اقفلي الباب، اقفلي الباب اهو. يا لهوي، واخدني وديني على فين حد يشوفنا؟ حد يشوفنا احنا بنعمل حاجه غلط. حركن عشان افتح الطريق. الله، ازيك يا منيره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هو في ايه؟ مفيش حاجه، عايز اتكلم معاك شويه. طب ما تطلع البيت، هي نص ساعه مسافه السكه وهرجع على طول. وانت كنت رايحه فين؟ رايحه اجيب بسله. بسله؟ صدقي بالله يا منيره، لا اله الا الله، وحشتيني. عيب. يا خليل، بقول لك عايزك تكلم لي فرع مصر الجديده ويجهزوا لي 3 اطباق بسله مفصصه، خليهم يحطوهم في اكياس بيضه خفيفه مش اللي مكتوب عليها حاجه خالص، مفهوم؟ يلا بالسلامه يا اخويا. بالسلامه. ليه كده بس يا اخويا؟ ما انا كده كده كنت رايحه السوق. هنتكلم مع بعض شويه عقبال البسله ما تيجي، وتاخديها وتروحي كانك لسه راجعه من السوق. انت مش عاوز تطلع البيت واخد على خاطرك من ماما؟ طب والله هي من ساعه الفلوس دي ما جات لنا وهي بتتمنى انها ما كانت تيجي. ده جت هنعترض؟ طب بقول لك ايه، ما تطلع نصفي الجو مع ماما واصالحكوا على بعض واعصر لك جوافه. جوافه في عينك يا امنيه، بقول لك عايز اتكلم معاكي ولوحدنا. نتكلم لوحدنا في ايه؟ كلمتين يا منيره محشورين في قلبي، عايزه افضفض لك بيهم وما ينفعش اقولهم لك قدام حد. طب ما تقول يا اخوي. تعبان يا منيره، تعبان من ساعه ما رجعنا من الحجاز وانا تعبان. قلت لك ما تشغلش التكييف هناك وانت نايم، ما سمعتش كلامي، كنت خايفه عليك لا تستهوى. استهوى؟ استهوى ايه بس يا منيره؟ انا ما عنديش برد يا حبيبتي، انا نفسيتي تعبانه، تعبان تعبان يا منيره، مش طايق حياتي. ساعة ما رجعنا من الحجاز وانا بكلم نفسي، الفترة اللي قعدتها معاك هناك نسيت الدنيا، مش قادر ارجع لحياتي اللي انا كنت عايشها. صدقني واحد ما بيحسش بقيمة الحاجة الا لما بتبقى بعيدة عنه. ميرا، انت فاهمة انا بقول ايه ولا مستوعبة يعني؟ انا بحاول افهم. هو انت عندك مشاكل في الشغل؟ الشغل بس، الشغل والبيت ومناكفة العيال وقرف العيال وطلبات، بعملهم كل اللي هم عايزينه ومحدش راضي، عشان كده تعبان تعبان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده وشايل في نفسيتك وساكت فضفض يا أخويا فضفض. بقالي 3 أيام ما نمتش يا منيرة، عمال ألف حوالين نفسي وأقول يا رب طب أروح لمين؟ مين اللي يسمعك يا دي خالد؟ مين اللي يشيل من عليك؟ مين اللي يضلل عليك وياخدك في حضنه؟ عارفه يا منيره؟ انا النهارده الصبح دورت عربيتي وبقيت ماشي في الشوارع مش عارف اروح فين. واسال نفسي تروح هنا ولا هنا ولا اكلم مين؟ بصيت لقيت نفسي تحت بيتك. بص يا حاج خالد، انت راجل مؤمن، راجل طيب وامير. انا سمعتهم بيقولوا ان الواحد مننا لما بيرجع من الحج الشيطان بيرجع يوسوس له اكتر من الاول، وبيتوعد له وبيفضل يلف ويدور حواليه كده زي ما انت بتلف وتدور في الشوارع. عارف انا بيتهيألي ان اللي انت فيه ده وسوسه شيطان. تصدقي صح صح، هو ده بقى اللي انا محتاج له، انك دايما تكوني جنبي عشان توعيني وتوريني اللي انا مش شايفه. يا جدعان، يا الراحة اللي أنا فيها يا جدعان. يا بتتكلم بجد؟ إلا بجد، هو ده اللي أنا عايزه. ست الكمل، الست المحترمة اللي تحن على جوزها. هي اللي اسمها شريفة دي مش حنين عليك خالص؟ ليه جبت سيرتها؟ ليه جبت سيرتها؟ انا بتعجن. اديك عكننت عليا تاني. حقك عليا يا اخويا، ما تزعلش واحد الله. لا لا لا، سامحني سامحني بقى. بسامحك يا طهرة، بسامحك. كل اللي انا عايزه
ان احنا نبقى نتكلم من وقت للتاني. انا موجوده على طول في البيت، كلمني وقت ما تحب. حلو، بس لما اكلمك تاخدي تليفونك وتدخلي على اوضه الجري وتقفلي عليكي، عشان اسراري انا ما احبش حد يسمعها غيرك يا مني.